السلام عليكم المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما والناس العزاز عليكم يا ربي. كنتمنى تعطيونا اللايكات ديالكم وضوبلوا التعاليق والبارطاج فضلا وليس امرا. قبل ما ندوز لكم المفرقع والكوارث اللي دار والفضيحه اللي دار، غنسمعكم واحد الاوديوات ديال المساعده ديال سعاد والصديقه الوفيه ديال سعاد اللي الفضل كيرجع ليها من بعد الله سبحانه وتعالى. كيفاش تحسنت هذه الحاله ديال سعاد واللي عارفه عده امور وعارفه كل شيء الاسرار ديال سعاد. غنسمعكم واحد الاوديوات فيهم شويه العصير البكريشه ومن بعد غندوز معكم الموضوع. ولكن قبل ما نسمعكم الاوديوات غندير واحد ديديكاس. ديديكاس لمول خرشف صاحب شنيتيكا وكلنا مول خرشف، وديديكاس لمول خرشف امن طنجة الفاس. وندوزو الاوديوات. قول لي سماهم على وجوههم محشم مراعه، قول لي باك راه نفاح امك صاحبه مول خرشف. واه يا مول خرشف حياتك ويامك، قولي انت متحرش جنسي وخوك بيدوفيل وجاي كيهضر بوجه صحيح عنده بلاكة 90. عدو الوجه؟ واش هذا عدو الوجه؟ هذا عدو 120 في وجهه. سلام ياسين. اياه اخويا شفت الفيديو، واش غادي نقول لك يا ياسين؟ راه لا حول ولا قوة بالله وبالله العلي العظيم ياسين، وهذا رمضان وهذا هاد نفطة الحرام راه ما غاديش يخلينا نصوم وحق الله العظيم. عرفتي انا راني تشوكيت، عرفتي شنو هي تشوكيت؟ وام سعاد راه عندها الذهب متلتل، غتمشي هي تسرق بنتها. واش كاين شي ام كتسرق بنتها؟ قول لي السرقه والتديوتيت والنهب راح تربيتي فيه السفيه ينطق بما فيه. فعلا. وصبر عليا تخرج السعاد راه كتحني لواحد المر واحد النفيسه ونجيب لك الخبر الصحيحه. راه تلقى مو شنيتيكا واقيلا هي اللي خوشفت سعاد في المارياج، حيت شحال هادي كانت قالت لي سعاد راه مشى ليا المارياج ما عرفتش شكون داه ليا خيتي. هي خوتي اختي اخويا هذا راه خويا هذا راه كذاب، هذا راه كذاب. ودابا خارج كيهضر على الزروالي وعلى مرت الزروالي، هو كان معاه عارف مرته واش كاينه معاه على الزروالي، داير حياته الخاصه في السوشيال ميديا. لا واك واك عباد الله، هذا راه في وجهه بلاكه 90 وديك ام 44 الوسخ ديال المصبانه غايب كنتبع ديك بنانا مافيا تغدي الحبس. والنقطة الثالثة اللي لفتت انتباهي كيقول لها أنا كنترجاك دي الدليل، بس زعما هو ياخذ الإجراءات من الدليل غتصدمو به عند قاضي التحقيق، ما غاديش يدوز من وكيل مالي من وكيل مالك، وما غاديش يدوز من داك الشيء اللي باغي هو باش هو يعتق راسو. قول لها سير سعاد هي اللي غتصدمك، قول لي وديك الروكاني اللي بديتي هي كتجبد على فمك هي اللي غتصدمك. عرفتي اش غنقول لك؟ هذاك راه الشيطان في صفه انسان، ونسى ايام ونسى تاليه. نسى ايام وسعاد كانت قابله عليه كان يطلس شير لي لوجهه اغتصبوه في المدرسه. هو راه مثلي، كتسمعني ولا لا؟ هو راه مثلي. وكانوا الناس كيجيبوا الخبر لسعاد، كان كيقعد يدير وجهه لشيرلي وكان يوقف. حشمت منك اخويا والله، راني كنحترمك ما قديت كاع نخرج على طرف لساني. ونسى ايام ونسى تاريخ. اش غنقول لك؟ راه الشيطان تلاقى مع الشيطانه. واني سعاد راه ناصرها ربي سبحانه وتعالى. قول لي غير بقى تهضر دابا، قال لي قول لي العمد على اللي غادي يضحك. ومن هذا الشيء قول لي اللي فك خارج يدافع على بنتك وخرج قول لنا شكون المغتصب. يا اللي كتهضر دابا وخرج دابا اللي كتعاطى وكتاكل في لحم بناتك وتاكل في لحم في العرض ديال مرتك يا ديوتي. وراه ماشي عادي يوتي، هذا كثار من ديوتي، هذا فيه ديوتي وقواد ومغتصب وبيدوفيل كاع شي تجمع فيه. المهم دابا غندوزو هذه تحيه للاخت مريم الصديقه ديال سعاد والمساعده ديال سعاد، تحيه لها اللي قايمه بواجبات في الخاص مع سعاد، تحيه لها من هذا الفيديو. دابا غندوزو للمفرقع خايب الحاله المدلدل المجلفط المغتصب واكل لحم بناتو، خرج يم واحد لا فيديو وكيتنمر على بنات الزروالي اللي ما بعاد على اليوتيوب ما كيتاجرش بهم. الاخ يوسف الزروالي ما كيبينش بناتو في اليوتيوب باش غتنوض انت وتجبدهم على فمك. الاخ الزروالي ما يبقاش يصور مؤخره ديال بناتو فين غادا فين مشاو، هذه بالعكس لا صور ما عادش شي فيديو جوج مرات ولا ثلاثه بانوا معاه، ولكن غير فيديوهات خفاف. ولكن بناتو باقا صغار بزاف، باش تخرج انت يا ديوتي يا القويويد يا واكل لحم بناتك يا المغتصب وتقول لي واش بناتك انت مسوديات؟ واش انت حيت بناتك مشرشمات كيحسب لك كاع البنات مشرشمات؟ واش حيت بناتك انت في لوطوروت كدي وتجيب كيحسب لك كاع البنات راه من لوطوروت كدي وتجيب؟ لا 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 لا، راه كاينين رجال، كاينين رجال اللي حاكمين البنات وحاكمين الرجال. ماشي كلشي ديوتي بحالك، ماشي كلشي بيدوفيل بحالك، ماشي كلشي قليل النفس بحالك الديوتي.
وكتقول لي على مرتك نتايا ما كت... المهم جبتي الاخ يوسف الزواري، جبتي الزوجه ديالو، مع العلم ان الزوجه ديالو ما كتبانش في اليوتيوب، عمرها بينا اخ يوسف الزواري الزوجه ديالو، وانت كنتي معاه مراته كتجي عنده ولا ما كتجيش عنده، كتقول لي مراتك مخليها له انت عايش معاه، واش هو كيبارطاجي معاك حياته العائليه وحياته الشخصيه في اليوتيوب باش غتنوض تجبد ليه الزوجه ديالو؟ دابا انت صافي ضختي، عرفتي سعاد عند الادله القاطعه اللي غتصيفط باباك مورا الشمس المؤبد ولا الله يعلم الاعدام، عرفتي راسك كحال تلقى عندك ما تخسر، وليتي خارج كتعاطى مع اي واحد، الخارجه ديالك ما بقاتش منضبطه هاد الايام، السريعه عيات ما تقري فيك، ولكن ملي وصلتوا قريب الجلسه وعرفت السعاد عندها الدليل ملموس، حيتكم ما كانش واثقكم من الصهد وما كنتيش انت مغتصب، ما غاديش تخاف هاد الخلعه كامله، غتقول انا ما دايرش ما نخافش، ولكن انت حيت داير، حيت فعلا مغتصب واغتصبتي بنتك، والسعاد عندها الدليل القاطع صوت والصوره، خلي الشهود ابار، نهار المحكمه غتصدمك، سعاد ما غتقدمش لك الادله دابا باش انت تعرف وتبغي تلعب اللعب ديالك، ولا الله اعلم شغلات السريعه السماسريه، سعاد نهار جلسه غتصدمك بالدليل، ويك ساعه شوف واش مفبرك ولا مزبرك ولا مسروق ولا هو ولا ماشي هو هذاك، المهم سعاد عندها الدليل انك انت هو المغتصب وانت مول الفعله، وما يمكنش المحامي الروقاني غتعود تدخل القضيه من جديد وهي عارفه ان الملف خاوي، انا عارف، تحيه الاستاذه خديجه الروقاني، فهمتي المفرقع يا الديوتي يا المغتصب اللي كتحل فمك على موت سعاد وكتقول سرقات الذهب، راه امك شنيتيكا هي اللي سرقات الخاتم ديال الزواج لسعاد، امك شنيتيكا صاحبة مول الخرشف، مخلي داك الشيباني مسكين كيحب ويحزق شاد السداري قريب يموت وهي مصاحبة مع مول الخرشف، حول كل نهار انا كنشوف شنيتيكا في ما كتتقدى وجيب القفاعة من خرشف، او واقيلا السيدة كتبغي طيب بيت خضر بيه الحيمات ديرو في الدجاج تشرملو، ولكن السيدة فيما تخرج تم جايبة الصاك ديال الخرشف، تي هو كان يخلصك بالخرشف، كان وقيلا كيتهلا فيها بالخرشف، السيدة كان خرشف عاولة كتمشي للصالونات وتقاد لك الحنيكات ودير تاهي هنا وتعاند مع سعاد وتلبس اللباس ديال البنات الصغار، راه مكبوتة، راه قلتها لك من ديك المرة، أنا ما كنتش كاع عارف راه مصاحبة مع مول الخرشف ولا مول الزيتون، حتى مول الزيتون راه مصاحبة معاه، أنا عرفتها مكبوتة. هاد الماركة مكبوتة، هاد الماركة تا كيكبرو كتجي من مونوبوز، ملي شفت الفيديوهات ديالها في الصالون وكتقول لي مقادو ليا هنا، نفخو ليا من هنا، لا بنيتي هنا، هاد هاد تحنك شوية هذا، لا واحد شوية من جهة ودني، لا قادي ليا هنا، حمري ليا هنا، كتقول لي في الصالون، قالت لي انا عندي قناة في اليوتيوب وكطمع في دوك البنات اللي خدامة مساكن في الصالون، وقيلا تما الله وعلم يلاه بادين في ديك الصالون وكطمع فيهم هي، وقالت السيدة كتجد لك المانيكير والبيديكير، شيباني راه شبعان نفعة نفحة وحزاق. عرفت واحد الفيديو شفتهم كياكلوا فيه كياكلوا في الماكله والشيباني معرف نسى الكاميرا نسى راهم كيصوروا والله الا كياكلوا وسطر واحد دار واحد السطر من تلن بحال ما خاصو حتى خير. المهم خوتي هذا هو الفيديو، الى فيديو قادم ان شاء الله، تحياتي لكم.